أهلا بكم يا أصحابي في قناة حواديت ترند. ما هو أول شيء بناه الله تعالى؟ الإجابة السماء. ما هي الصورة التي تعصم الإنسان من فتنة الدجال؟ الإجابة سورة الكهف. ما هو المقصود بيوم الفرقان في القرآن الكريم؟ الإجابة غزوة بدر. ما هي الصورة التي لقبت بالفاضحة؟ الإجابة سورة التوبة. ما اسم الحاكم الذي أسلم في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة النجاشي. ما هو الجبل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه؟ الإجابة جبل أحد. ما هي المدينة العراقية المذكورة في القرآن الكريم؟ الإجابة بابل. من هو النبي الذي قطعت رأسه وهو ساجد؟ الإجابة يحيى عليه السلام. ما هي أعظم نعمة أنعمها الله على عباده؟ الإجابة الإيمان. كم مرة أقسم الله بنفسه في القرآن الكريم؟ 7 مرات. وصلنا يا أصحابي لنهاية هذه الرحلة الممتعة، أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ياريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة حواديت ترند.